مبسوطه ان احنا والله النهارده بنقول صباح النصر، وانا قلت جمله في بدايه الحلقه ولو حضرتك تتفق معايا فيها، قلت تعادل بطعم الفوز لمصر. ممكن نمشيها كده، تعادل بطعم الفوز؟ طبعا نمشيها كده طبعا، لانه الولاد الحقيقه ادوا اداء رجولي جدا امبارح، وقبل الاداء الرجولي كمان كان في جمهور 40,000 بيشجعوا تشجيع خرافي. ما سكتوش. روح جميلة، روح جميلة جدا، كنا مفتقدينها. إحساس بالوطنية وإحساس بالانتماء، فده انعكس على أداء اللعيبة خاصة في الشوط الثاني. الشوط الأولاني يمكن كنا متلخبطين شوية برضو نتيجة التشكيل الغريب اللي الراجل بيلعب بيه، برضو مفيش فايدة. تشكيل الغريب مصمم، بس قلنا يعني هو مصمم إن هو يعني كريم كان بيقول هيجي لنا هيعمل لنا حاجة كده، ف يعني هو قال انها بطوله تجريبيه فهنمشيها كده بكل ما تحمله من معنى، صح؟ خلينا ممكن طبعا كده. ممكن يعني، لانه هو الحقيقه في حاجات مسلمات، يعني ما ينفعش ان انا اجرب مثلا ايمن اشرف في وسط الملعب، لا دي عدلته ولا وبعدين مروان برضو اكتر من مناسبه ما بيأديش، لسه ما فيش انسجام مع زمايله، وبعدين برضو بعض التغييرات. هو مروان حمدي عامه عليه كان بعض الكلام امبارح ناس معترضه شويه عن ان هو شارك في المباريات كلها وان هو يعني اساسي، يعني ما اعرفش هل ده ظلم لمروان ولا عدل، ناس زعلانه شويه ان محمد شريف مش يعني ما اعرفش، انا مش هقول رايي، هسيب حضرتك تتكلم. لا هو دايما زي اي سلعه في الدنيا، يعني هتلاقي يعني في لاعب تبص تلاقيه إمكانياته إنه باستمرار يقدر يؤدي الأداء الدولي بشكل سهل جدا وبشكل وفي لاعب بيبقى مستواه ما بقصدش مروان طبعا، لكن هو ما عرفش، هو لسه مش منسجم، إلى جانب برضه ما كانش موجود امبارح في وسط الملعب حد يوصل المهاجم للمرمى، كمان الأطراف بتوعنا ما كانوش بيتقدموا خاصة الشوط الأولاني لا أكرم ولا فتوح، فالحقيقة مش عايزين نظلمه، لكن برضه مصمم إن شريف بيلعبه ناحية الجناح. إحنا في الأهلي الراجل بيلعبه جناح وإحنا بندافع، وبعدين وإحنا بنهاجم بيبقى راس حرب. فدي يعني هي مش عايزة توصل له، فعايزين يعني نقول إنه المنتخب مش حقل تجارة، لان انا ببني دايما على اللي فات. اللي فات ايه؟ انا عندي خبرات، وزي ما هو بيقول طالب تحاليل لكل لاعب كري قد ايه وشاط قد ايه والتحم قد ايه والحاجات دي كلها، لابد يبقى عندي برضو معلومات عن كل لاعب، بحيث ان انا لما اجي ادفع بلاعب في مسابقه المسابقه دي ابقى انا عارف ان نسبه نجاحه ما بتقلش عن 8.5 من 10، علشان ما يبقاش فيه نقد، والنقد ده بيتأثر فيه الجمهور وبيتأثر فيه اللعيبة. فالحقيقة أنا مش عايز أقول برضو، لأن حتة إن أنا بطعم الفوز يعني أنا برضو إيه لازم شايف إنها تو ماتش علينا يعني زيادة؟ لا، التيم الجزائر عشان الناس كلها عارفة، وبرضو ما ينفعش إن إحنا نبقى موجودين مع بعض. التيم الجزائر امبارح بيلعب بالرديف، ما بيلعبش غير 3 أساسيين بس، الجول وبين النجاح وبلاي. في 8 او 9 فعلا مش موجودين بس. لا ده في حوالي يمكن 12، يعني حتى الدكه والباقي رياض محرز طبعا ورفاقه. فامبارح بيلعب بثلاثه اساسيين والباقي كله رديف، يعني خط الظهر كله ولاد صغيرين. في وسط الملعب ما فيش غير بليله بس، والابراهيم يعني بيلعب على استحياء، وبنجاح بنجاح لعب الشوط الاولاني، الشوط الثاني لما اتعور طلع. فطبعا علشان دايما نبقى عندنا واحنا بنقيم نفسنا مهونت بنقيم نفسنا صح، بحيث ان احنا مش عايزين يعني نفرح زياده.